السلام عليكم الاخوان. اليوم ان شاء الله غادي نصوبوا لكم لي زيكلير لي لاباز ديالهم. عندنا هنا البيض 5 غرام ديال البيض, وعندنا الاخرين 80 غرام, وفي الكاسرونة عندنا 75 غرام ديال الحليب و 75 غرام ديال الماء و 3 غرام ديال شويه الملح و شويه السكر و 65 غرام ديال الزبده. غادي نتونو في الكاسرونة و غادي نلحوهم في العافيه, نخليوهم تذوب الزبده. غادي نغطيوها بالسلوفان باش ما تكونش هذيك القشره الفوقانيه.